أريد من اللاعبين أن يتمتعوا بروح إيجابية. أنا أعرف بأن بعض اللاعبين قاموا بالتضحية من أجل الآخرين، مثل داني بليند الذي لعب 90 دقيقة أمام توتنهام، وأيضا يوم الخميس الماضي أمام السلتا. تعجبني الروح المعنوية العالية في الفريق. من دون شك نحن نفكر في المباراة النهائية، علينا أن نخوضها بكل قوتنا، مثل أياكس الذي أنهى موسمه ولا توجد لديه أي مباريات حتى موعد نهائي الدوري الأوروبي. نحن نقاتل من أجل الخروج بنتيجة إيجابية. خسرنا أمام أرسنال بهدفين دون مقابل، وخسرنا أمام توتنهام بهدفين لواحد، لكن قاتلنا من أجل الخروج بنتيجة إيجابية. لا أريد أن ألعب بتشكيلة أتهم بعدها بأنني لا أرغب في تحقيق الانتصار، لذلك أنا أقوم بتدوير بعض اللاعبين. وكما قلت، داني بليند لن يشارك أمام ساوثهامبتون، بينما سيشارك مروان فيليني.